ولا زلنا في الشأن الفلسطيني، حيث رفعت السلطات الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب استعدادا لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ويأتي هذا عقب تنظيم مسيرة توحيد القدس التي شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم، فيما دعت منظمات فلسطينية إلى الخروج في مسيرات شعبية منددة بالقرار الأمريكي. واستقبلت إسرائيل إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تترأس وزوجها وفد الولايات المتحدة المشارك في احتفال تدشين المقر الجديد للسفارة.